بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة تاني ليلة بنتحرى فيها ليلة القدر. يعني النهاردة بقى يعني الأستاذ هيثم المصري المرة اللي فاتت صدمني بمعلومة وقال لي إن سكوت أصوات الحيوانات أو الدواب في ليلة القدر ما صحش عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حاجة قالت كده. وأنا النهاردة بأكد على معلومة الأستاذ هيثم. رجعت ودورت وربنا هداني إن فعلا ما فيش حاجة زي كده صحت عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ما فيش حديث ورد عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان صوت الدواب او الهوام او الحيوانات بيسكت في ليلة القدر. في حاجات صحيحة انما ان هي تسكت لا. والنهاردة باذن الله ممكن تكون هي ليلة القدر، من اصابها بارك الله له ومن لم يصبها ربنا يبارك له برضو وان شاء الله يصيبها العام القادم. طيب اصح ما قيل عن ليلة القدر مجموعة من الاحاديث صحيحة اختلفت في بعض المواضع ولكن كلها صحيحة، أغلبها عن أمنا السيدة عائشة وأغلبها عن الإمام بخاري وعن أبي بن أبي كعب، فيعني مجموعة من الأحاديث جميلة. هو المفروض أن شروق الشمس دلوقتي شغال يعني، فهي طالعة قدامنا بسم الله ما شاء الله، الشمس مدورة ملهاش شعاع، السماء صافية، الهواء طيب، الريح هادي، القلب مطمئن. بالليل القمر كان نص زي نصف القصعة زي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني كلها بشاير بتقول ان يعني بسم الله ما شاء الله. الواحد من فرحته يعني يا بخت اللي صام وصلى وقام الليلة دي. اول حديث جمعته عشان اقوله لكم النهاردة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ده رواه البخاري. أول حديث كده إن اللي يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا ربنا يغفر له ما تقدم من ذنبه. شايفين الشمس طالعة بسم الله ما شاء الله منورة، نفسها مكتمل، حاجة بسم الله الله أكبر، ما فيهاش شعاع باين قدامكم. يعني أنا فرحان أقسم بالله إن هي يعني واضحة. شايفين إخواننا الشمس بسم الله ما شاء الله. هنقول حديث تاني بقى عن سيدنا أبو هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر، يعني أنا شفت ليلة القدر، ثم أيقظني بعد أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. يعني سيدنا النبي كان عارفها وحد صحاه من النوم شافها في المنام أو في الحلم أو في الرؤية وحد صحاه فنسيها، فنلتمسها في العشر الأواخر. العشر الأواخر من رمضان كلهم من يوم 20 اليوم 30 او اليوم 29 حسب رمضان. دي حاجة وحاجة كويسة. طيب عن امنا عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. ده رواه البخاري برضه. فتخيل بقى يعني سيدنا النبي مرة قال ان هم في العشر الاواخر كلهم ومرة قال في الوتر، ودي حاجة كويسة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. رواه البخاري. يعني ينفع تبقى في 29، ينفع تبقى في 27، وينفع تبقى في 25، والتمسوها في العشر الأواخر كله. طيب في حديث بقى وده اللي مفرحني
ان انا امبارح حتى انا عملت بث مباشر امبارح ان انا صورت القمر وهو طالع نص دايرة. ده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. يعني قعدنا جبنا سيرة ليلة القدر. فقال: ايكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ يعني سيدنا النبي قال لهم، فاكرين لما بنسأل سيدنا النبي عن ليلة القدر، ده أبو هريرة اللي بيقول، سيدنا أبو هريرة اللي بيقول، بنسأل سيدنا النبي عن ليلة القدر، فقال لهم: فاكرين لما القمر طلع نص؟ فاكرين لما القمر طلع نص؟ هي الليلة دي. امبارح اللي هو صبح دلوقتي القمر كان طالع نص، وهي علامة بسم الله ما شاء الله. فيعني تخيلوا الشمس طالعة ملهاش شعاع، الدنيا هادية، لا الدنيا هادية مطمئنة مش أصوات، لا الأصوات حواليا مالية الدنيا كلها. فيعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله أكبر، يعني نحسبها ليلة القدر. ما ورد في علامتها عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: هي ليلة صبيحة 27. هو قال كده سيدنا أبي بن كعب، قال كده: هي ليلة صبيحة 27 وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. رواه مسلم. وده اللي احنا شايفينه قدامنا، بس النهاردة مش 27، وفي اختلافهم رحمة، سيدنا النبي أخفاها لحكمة كان يقدر يقول لنا عليها. في حديث تاني بس أنا مش فاكر نصه، تمام؟ يعني في حديث أنا مش فاكر نصه، بس كان سيدنا النبي بيقول إن هو طلع علشان ينبئ أصحابه بليلة القدر. ثواني بس عشان صوت الموتوسيكل يعني. أهلا وبركاته، ازيك يا عم؟ سيدنا النبي قال إن هو طلع علشان ينبأ أصحابه بليلة القدر، رآها في المنام أو في الرؤيا أو في الحلم، وطلع عشان يقولها لهم. فاتنين من المسلمين اتخانقوا. أنا هجيب لكم نص، يعني إن شاء الله صبيحة 25 هجيب لكم النص بتاع الحديث، أنا يعني نسيت أجيبه وأنا جاي. فيعني اتخانقوا فسيدنا النبي نسيها أو رفعت. ليش يا إخوانا؟ إحنا اللي دخلاء على الناس مش هم اللي دخلاء علينا، يعني إحنا اللي بنصور في مكان هم رايحين الغيط، يعني ده ناس طالعة تسعى على أكل عيشها. المهم فسيدنا النبي نسيها او رفعت بعد ما كان قال لهم مثلا ان هي 20، من 20 ل 30 فرفعت. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. طيب ان شاء الله يعني التصوير الجاي او الفيديو الجاي باذن الله هجيب لكم الاحاديث المكذوبه عن ليله القدر. في كلام كتير قوي وفي اشاعات عن ليله القدر طلعت مش صح. وانا حابب ان انا اشكر الاستاذ هيثم المصري، صديقي طبعا واستاذي، راجل مهم جدا في الصحافه، يعني حد محترم جدا، انا عن نفسي يعني اتعلمت منه كتير. هو اللي لفت نظري ان في حاجات مكذوبه عن ليله القدر، ومنها اللي هو سكوت الاصوات والحاجات دي. في ناس تاني يعني ان شاء الله انا هعمل لكم تجميعه كده باذن الله في الفيديو الجاي، هنتكلم عن الحاجات المكذوبه دي. ان شاء الله يومكم مشرق وليلتكم ليلة القدر بإذن الله، لعلها تكون نحسبها على خير إن شاء الله. فيعني يا رب يا رب تكون وفقتنا يا رب إن احنا حتى نهدي حد لليلة القدر. أتمنى ما تنسوناش من يعني من دعواتكم، ربنا يرزقنا ويرزقكم زيارة سيدنا النبي. آخر كلامي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.